زمان كان العرب فقط مجرد يعني ايش يعني يشترون فقط الالعاب، مش انه هم يطورون الالعاب. الحين صار مجال فرصه لمجال التطوير الالعاب ومجال التصميم الفكره وجعلها كواقع وفقا للعادات والتقاليد ووفقا للهويه المحليه. الفيديو جيم ديفلوبمنت مجال جدا صعب، ما يدرس حتى بالجامعات والاشياء هذه، لكن مع تطورات المملكه العربيه السعوديه الجديده صراحه حسستني انه في مجال كبير مره للوظائف وفيها مره مستقبل كبير. اللعبه دي بقى لها 20 سنه من الاعداد. صح.